وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملهو عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد. مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. مساء الخير من اللد والمثلث. مساء الخير من وطن يا وطن. مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت. مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء. مساء الخير للعمال والفلاحين. مساء الخير للطلاب للفقراء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. مستمعينا مشاهدينا أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن، وجولة مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية وحصاد اليوم الإخباري عبر شبكة وطن الإعلامية. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM، تشاهدوننا عبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، بثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net، وبثنا المباشر على صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من التنسيق والإخراج التلفزيوني الزميل محمد الزاغة، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. وبرنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ هذه الجولة بأبرز ملفاتها. 3 شهداء في مجزرة نابلس وشهيدة رابعة أعدمها الاحتلال على إحدى حواجز المدينة. مواجهة على نقاط التماس ووقفات منددة بجريمة الاحتلال في نابلس. وحالة من التوتر لا تزال تسود السجون بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان.
إلى التفاصيل. شجعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الشهداء الثلاثة معاذ المصري وحسن القطناني وإبراهيم جبر الذين ارتقوا عقب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم للبلدة القديمة في مدينة نابلس. ويتهم جيش الاحتلال اثنين من الشهداء بتنفيذ عملية الأغوار التي أدت لمقتل ثلاث مستوطنات الشهر الماضي. وحمل المشيعون جثامين الشهداء من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في مسيرة جابت شوارع البلدة القديمة في نابلس في وقت عم الإضراب الشامل جميع المدينة. وفي أعقاب مسيرة التشييع نقل المشيعون الشهيد حسن قطناني لمخيم عسكر شرق نابلس، فيما نقل الشهيدين معاذ المصري وإبراهيم جبر لمواراتهم الثرى في مقابر مدينة نابلس. وكانت قوات مشتركة من جيش الاحتلال وما يسمى بجهاز الأمن العام الشباك والوحدة الخاصة من الشرطة وحرس الحدود إضافة إلى وحدة المستعربين نفذت عملية عسكرية في البلدة القديمة في نابلس. هذا واقتحم أكثر من 200 جندي من جيش الاحتلال حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس، وبعض عناصر قوات الاحتلال دخلوا إلى المدينة بزي مدني. وفي التفاصيل أيضا وصلت مجموعة من القوات الخاصة إلى منزل في البلدة القديمة وهم يرتدون زي نساء، ثم نفذوا عملية عسكرية استمرت نحو ساعتين وتخللها استخدام عبوات وقنابل يدوية إلى أن استشهد الشبان الثلاثة. هذه الصور التي تشاهدونها الآن عبر شاشة وطن هي للدمار الذي خلفه الاحتلال صباح اليوم في البلدة القديمة في مدينة نابلس، حيث أن الحصار كان لمنزل تم استهدافه بعدة صواريخ إنيرجا، كما تم إدخال طائرات درون متفجرة أيضا يعني إلى المنزل. كذلك تم التمثيل بجثامين الشهداء، يعني كان من الصعب جدا التعرف عليهم بعد أن تم تفجير رؤوسهم بشكل شبه كامل خلال هذه العملية. مزيد من التفاصيل حول الشهداء في تقرير الزميلة يافذيب نتابع. حسن قطناني ارتقى بين زخات الرصاص ووالدته لم تستيقظ بعد، لم يخبروها أن حسن قد ارتقى، خائفون من إيقاظها لأن ذلك سيشعل في قلبها وجع يبقى معها العمر كله، فكيف لها ألا تودعه وتشتم رائحته للمرة الأخيرة. في هذا الصباح الدامي الذي اعتادت عليه نابلس، استيقظت المدينة على خبر استشهاد ثلاثة من مقاوميها وهم حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر. إبراهيم هذا كل شهيد، معاذ كل شهيد ابننا، الحمد لله كل شريف هالبلد اكيد، وبالله نحارب اليهود نحارب الخونه، امين الخونه اللي ياسمين حاضنه حاضنه مناضلين. قوة خاصة من جيش الاحتلال داهمت صباح اليوم المنزل الذي تحصن به المقاومون الثلاثة وقامت باغتيالهم عبر قصف المنزل بالقذائف المتفجرة. بلغ وحدة اليمن، هاي عسكر القصاب، هاي عسكر القصاب، الله أكبر لله الحمد، الله أكبر. عم الصمت، ضج المكان بصرخات الأهالي ركضوا بحثا عن أبنائهم الذين سطروا البطولات في مقاومة المحتل حتى الرمق الأخير.
هذا وشجعت جماهير غفيرة قبل قليل جثمان الشابة إيمان عودي 26 عاماً والتي استشهدت اليوم جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة بعد زعمه لتنفيذها عملية طعن أدت لإصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح. وأوضحت الصحة أن الشهيدة وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بحالة حرجة للغاية قبل أن يعلن عن استشهادها. وباستشهاد الشابة إيمان عودة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 108 شهداء برصاص جيش الاحتلال ومستوطنيه، بينهم 20 طفلا وسيدتان. هذا وشهدت العديد من نقاط التماس مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الغاضبين على جريمة نابلس، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة، كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. إلى ذلك رشق الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما ونظم طلبة جامعة بيرزيت مسيرة حاشدة جابت الحرم الجامعي وفاء لدماء الشهداء الذين ارتقوا في نابلس. وردد المشاركون من طلبة الجامعة شعارات وهتافات منددة بجريمة الاحتلال. مراسلتنا عليا الطيطي رصدت لنا مسيرة طلبة جامعة بيرزيت، نتابع. نفذوا عملية الأغوار البطولية دفاعا عن المسجد الأقصى وثأرا للحرائر في باحاته الذين ارتقوا إلى العلا فجر اليوم بعد اشتباك بطولي سبقه إثخان في العدو ومطاردة محمومة حتى أذن الله بالاصطفاء. مرة أخرى لا داعي للشعارات والعبارات، فالفعل في الميدان لنتوحد هناك. اليوم للأسف صباحا تلقينا خبر استشهاد الثلاث شهداء القسميين يعني بكل فخر واعتزاز من زفهم، ومنحيي هذا النفس المقاوم وهذا النفس المتجه نحو العمل المقاوم دائما. وطبعا بنرفض كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال. هذه كانت مسيرة غاضبة بعد اغتيال القوات الخاصة الإسرائيلية لثلاثة من أقمار الشعب الفلسطيني. تطورت آليات الإرهاب، هذا يعني الإرهاب متعود معتاد، ولكن آليات الإرهاب هي الجديدة بالاغتيالات بالطائرات المسيرة بالصواريخ، هذا ما لم نعتده. ولكن نحن في جامعة بيرزيت لنا رسالة كطلاب ولنا رسالة كأبناء وطليعة في العمل الشبابي الوطني، سنوصلها اليوم إن شاء الله بوقفتنا هذه بمسيرتنا الغاضبة حتى بكل آليات عملنا ونضالنا الوطني. الرسالة اليوم باسمي وباسم الحركة الطلابية نوجهها بالبداية لأهلنا في نابلس الصامدة، نعزيهم بشهدائهم، نؤكد أننا خلفهم وندعم نهجهم ونؤكد على صوابيته، ونوجه رسالة إلى الاحتلال أن بيرزيت كانت وستبقى كما عرفها الجميع، لن ينال منها أحد ولن تكسر حركتها الطلابية ولن ينال من شوكتها أحد، ستبقى محركا ووقودا للشارع الفلسطيني، تحمل هموم أبناء شعبنا وتناضل فيها وتسير بها نحو الأمام حتى التحرير. وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، فتح حماس وشعبية، فتح حماس وشعبية، بتهدف للقسام، فتح بتهدف للقسام، وحط السام. وللحديث أكثر حول تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المحلل السياسي والميداني نزار نزال. سيد نزار أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. مساء الخير لك أخت سماح ولكل من يسمعنا ويتابعنا. بداية، كيف تقرأ هذا التصعيد المتواصل على الأرض؟ يعني عقيدة حكومة نتنياهو وجوهرها تلمودي ديني توراتي، وبالتالي ما في مفر أمام هذه الحكومة إلا مزيد من التصعيد ومزيد من القتل، خاصة أن هناك كان في مؤتمرات ماضية
مثل قمة العقبة وقمة شرم الشيخ، ولا شك أنها أثبتت فشلها، وهذه الجولة الجديدة من التصعيد القاتل ومن غول الاجتياحات والدمار هي صفعة للجهود الأمريكية وللجهود الغربية. ومع شديد الأسف أصبحت الدول العربية وسيط بدل أن تكون طرف. وهناك تقديرات واعتقاد عندي أنه فشل هذه الحكومة ودولة الاحتلال في 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 إنشاء أو في خلق حرب على 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 ساحات مثل الساحة اللبنانية أو الساحة السورية أو إيران أو غزة، فاضطرت إلى الحلقة الأضعف لإقناع شعبها الذي أصبح نتنياهو وحكومته أضحوكة أمام شعبه، خاصة بعد موجة الصواريخ من لبنان الذي ذهب ليقصف مزارع وذهب ليقصف جبال وذهب ليقصف قطبان رملية ومزارع في قطاع غزة. يعني سيد نزار، من حيث انتهيت، إلى أي مدى باعتقادك تؤثر الأزمة الداخلية التي يعيشها أو تعيشها دولة الاحتلال على سلوك هذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وهذا التصعيد المتواصل وهذه الجرائم وهذه الدموية التي لم تشهد لها الضفة مثيل منذ حوالي 20 عام؟ يعني الأزمة داخل دولة الاحتلال أصبحت مزمنة، وبالتالي يجب علينا أن 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 نفصل الأمور كما هي. الحكومة في إسرائيل اليوم هي حكومة يمين قومي ويمين ديني، وبالتالي ما نراه اليوم هو الدولة العميقة اليسارية الليبرالية العلمانية أصبح يأخذ دورها دور اليمين القومي في إسرائيل الممثلة في نتنياهو. وبتقديري كان في الفترة الماضية آلاف من المؤيدين لليمين القومي اللي ممثلة في نتنياهو وجماعته، وبالتالي لما احنا بدنا نيجي نتكلم عن إحلال لهؤلاء الأشخاص بدل اليساريين والليبراليين والعلمانيين والدولة العميقة السابقة المتمثلة في العلمانية، كان من الضرورة أن تقوم حرب. وفي لقاءات سابقة معكم أنا حكيت أنه إسرائيل تبحث عن حرب كبرى، لم تستطع إسرائيل أن تذهب باتجاه حرب كبرى، ذهبت إلى الضفة الغربية، وستستمر هذه الاجتياحات في جنين، في نابلس، في أريحة، في مخيماتنا، في أماكن تواجدنا، ستصدع إسرائيل وستختلق، لأن هذه الدولة توراتية وهذه دولة مدمنة على القتل، مدمنة على الشر، مدمنة على التوترات. لا تستطيع أن تعيش هذه الدولة إلا تتنفس الدم وتتنفس القتل. وللأسف الشديد هذا ما جرى اليوم في نابلس هو سقوط مدوي لكل عواصم الدول العربية ولكل عواصم الدول الإسلامية. مليار ونص مسلم، 500 مليون عربي أصبحوا وسطاء مع الأسف الشديد، بدل أن يكونوا طرف للجم هذه الحكومة ولوقف هذا شلال الدم النازف الذي يتعرض له أبناء شعبنا على يد هذه العصابة المجرمة من المستوطنين ومن الميليشيات التي أوجدها بن غفير وسموتريتش وأبي معوز وغيرهم من هؤلاء القتلة المجرمين. سيد نزار، استمرار الفعل ورد الفعل في الضفة الغربية إلى أين سيقودها؟ نعم، هناك على ما يبدو كان الرد سريع من المناضلة إيمان عودي صباح هذا اليوم بعد جريمتهم في مدينة نابلس، وأنا في تقديري سيكون هناك فعل ورد فعل. ولا أستبعد بعد اغتيال بطل الإضرابات الشهيد عدنان خضر أن يكون هناك عملية أو رد عنيف يدمي قلوب الإسرائيليين، كما أن ردهم يدمي أو كما أن فعلهم يدمي قلوب أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا. لا شك أن المنطقة تتجه إلى مزيد من التصعيد، وأنا قلت أكثر من مرة أن الفلسطينيين أو الإخوة في كل أماكن التواجد يبحثون عن السلام، يبحثون عن العيش كباقي شعوب هذا الكوكب، إلا أن هذه الدولة الدموية دائما تسعى إلى توتير الأمور وإلى خلق مزيد من القتل وخلق مزيد من الدمار وتنغيص يومي لأبناء شعبنا ولحياتهم التي أصبحت فعلا لا تطاق. طيب، أنت ربما تحدثت في البداية عن قمة العقبة وشرم الشيخ،
هذه المجزرة اليوم في نابلس جاءت أيضا بالتزامن مع حديث بالأمس وإعلان مصادر عبرية عن قمة جديدة ستعقد ما بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وممثلين عن دولة الاحتلال وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن. كيف تنظر إلى ذلك؟ نحن جربنا القمم وكانت قمة العقبة وفشلت، وقمة شرم الشيخ وأيضا فشلت، ومع الأسف هناك أطراف عربية ليسوا هذه الأطراف وسطاء مع شديد الأسف. وقامت إسرائيل بصفع الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا طلبت من الإسرائيليين باعترافهم ضرورة ضبط الشارع، ضرورة عدم التصعيد في ظل وجود ملفات ساخنة مثل الملف الأوكراني الروسي، الصين، إيران، هنا التقاء النفوذ الصيني، تقارب السعودي الإيراني. يعني الإسرائيليين حاليا يعني بيتجهوا باتجاه مزيد من المزيد من التصعيد في الضفة الغربية، بالتحديدا في الضفة الغربية وتحديدا في نابلس وفي جنين. وأنا حكيت وقلت إنه الجهود الأمريكية صفعت، وحكومة نتنياهو لا يوجد لديها آذان، وعلى ما يبدو لها رأس بدون أذنين، لها يد قاتلة، لها يد بس تكذب على الزناد، ولديها أناس قتلة ميليشيات مجرمة لا تلتفت إلى 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 الإنسان كإنسان. ونحن الفلسطينيين في الضفة الغربية نتعرض إلى هجمة كبيرة، هجمة شرسة. الشارع الفلسطيني فقد الثقة في أي قمم. نحن نبحث عن قمم حديث فيها سياسي، يجب أن يكون حديثها، أي حديث عن أي خطة أو أي مشروع يتجاهل فيه الحقوق السياسية والتركيز على الأمور الأمنية والاقتصادية سيكون مصيرها الفشل، وهم يعرفون ذلك، كل الأطراف تدرك ذلك. وأن الشارع الفلسطيني اليوم لديه رفض لإجراء أي قمم تتعلق بالجانب الأمني أو حتى الجانب الاقتصادي، لأنه كان الجانب الاقتصادي والجانب الأمني وغياب الشق السياسي في القمم الماضية لم تحترم إسرائيل هذه التفاهمات التي جرت في السابق على الموضوع الأمني والموضوع الاقتصادي، لم تحول المقاصر كاملة، لم تمنع ميليشياتها وجيشها من التوغل داخل المناطق الفلسطينية وتقتل، و تركت الجانب الفلسطيني السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي الذي مضى أكثر من عامين على وضع على أزمة كبيرة. إسرائيل تدرك تماما أن الأمور تتجه نحو الهاوية. الشارع الفلسطيني فقد الثقة في أي قمم، وبتقديري سيكون مصير هذه القمة الثالثة إن حصلت الفشل كما السابق. أخيرا سيد نزار، هل تتوقع أننا بالفعل أمام اجتياح ربما أو عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية حسب ما يروج له في وسائل الإعلام العبرية، قد تكون عملية عسكرية واسعة على غرار السور الواقي في العام 2002؟ العناصر اللي كانت موجودة في السابق في 2000 عندما اتخذت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت قيام عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها السور الواقي، بتقديري غير متوفرة في الوقت الحاضر، وفي داخل دولة الكيان غير متوافقين اليمين القومي مع اليمين الديني على عملية كهذه. اليمين الديني يطالب، سموتش وبن كبير يطالب بعملية السور الواقي 2، لكن أنا بتقديري لن يكون هناك عملية، ستستمر الوتيرة على ما هي عليه، اجتياحات، قتل، تدمير، ثم انسحاب، وإعادة الحياة إلى طبيعتها يوم يومين، وبعدها ترد الأمور في نابلس، وبعدها في أريحة، وهكذا دواليك. عملية بحجم السور الواقي أنا باعتقادي عناصر غير متوفرة. الأجهزة الأمنية الفلسطينية خاضت تجربة في 2002، باعتقادي لن يكون هناك عدد كبير من المقاتلين يستدعي وجود دبابات أو معدات ثقيلة للجانب الإسرائيلي في ظل أدواتنا البسيطة المتوفرة عندنا التي لا تقاوم حتى بسكليت، ما بدي أقول لنا مصفحات، مع شديد الأسف. نعم، هذا واقعنا، وأنا بتقديري ستستمر الأمور على ما عليه، على ما هي عليه، فعل رد فعل، اجتياحات، قتل، وانسحاب، والعودة إلى المربع الأول، وهكذا. نعم، المحلل السياسي والميداني نزار نزال، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى مشاركتك معنا في مساء الخير يا وطن. شكرا.
وإلى ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن حالة من التوتر الشديد ما زالت تسود أقسام الأسرى في كافة سجون الاحتلال، وذلك بعد مرور يومين على جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان. وأضاف نادي الأسير أن إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام حتى اليوم تحسبا لأي مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السجانين، كما وتهدد بفرض عقوبات في حال لم يكن هناك تعهد من الأسرى بوقف التهديدات المعلنة منهم، خاصة بعد المواجهة التي نفذها الأسير محمد خروشة من نابلس ضد أحد السجانين في سجن مجدو بالأمس ردا على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان. وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير خروشة بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل السجانين، وعلى إثرها نقل إلى أحد المستشفيات دون معرفة تفاصيل كافية عن وضعه الصحي حتى الآن، علما أن الأسير خروشة هو أسير سابق وهو نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة. ومن الجدير بالذكر أن الأسرى في كافة السجون قد نفذوا سلسلة من الخطوات الاحتجاجية عقب جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان، والتي تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وكذلك وقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، وإبلاغ إدارة السجون أن الحداد سيكون مفتوحا حتى الرد على الجريمة. في ملف الأسرى أيضا، علق الشيخ عز الدين عمارني من بلدة يعبد إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 12 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد انتزاعه قرارا بالإفراج عنه في شهر تشرين أول أكتوبر القادم وتقديم ضمانات بعلاج نجله المريض الأسير مجاهد عمارني. يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عمارني في 21 من شباط من العام الماضي، وقد صدر بحقه 3 أوامر اعتقال إداري، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 أشهر، فيما صدر بحقه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة 4 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما يزيد عن 9 سنوات في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداري. نظمت وزارة التربية والتعليم وقفة دعم وإسناد لمدرسة بادية عين سامية الأساسية المختلطة في مديرية تربية رام الله والبيرة، والتي يهددها الاحتلال بالهدم. وشارك في الوقفة ممثلون عن الوزارة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ودبلوماسيين وشركاء من مختلف المؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الأطفال. وعبر المشاركون عن إسنادهم للمدرسة ولكادرها ولطلبتها ولأهالي التجمع البدوي، داعين إلى توظيف الإمكانات كافة من أجل حماية المدرسة من خطر الهدم وديمومة التعليم فيها، ووقف سياسات الهدم وإبطال قرار الاحتلال الجائر بحق هذه المدرسة وغيرها من المدارس المهددة بالهدم في المناطق النائية والمصنفة جيم. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا داليا قبها. جيهان طالبة في مدرسة عين سامية شرق رام الله، تقف حائرة بجانب زملائها حول مصيرها الدراسي المهدد بعد قرار الاحتلال بهدم المدرسة. الاحتلال الصهيوني عندما يهدموا مدرستنا احنا ما بدنا اياهم يهدموا، يعني اذا رحنا احتمالات نطلع على كفر مالك وبعيدة في الروحة وبرجعة خطر. بوجه رسالة انهم بيجوا بيساعدون بيوقفوا معنا عشان الاحتلال ما بيهدم مدرستنا. امام المدرسة المحاطة بالبؤر الاستيطانية نظمت وزارة التربية اعتصاما بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية رفضا لقرار الاحتلال بهدمها وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم.
تعليم حق إنساني، مش شرط يهودي مسيحي مسلم، هذا تعليم حق أي إنسان يتعلم. وللأسف هي بتحاول إنها بدها تخلي الشعب جهل، وإحنا يعني ردت جميع الالتماسات، وبالتالي الآن هي لإعلاء الصوت لتأكيد موقفنا الثابت والراسخ أنه ضد هدم المدرسة، كنا وسنبقى. بالتأكيد إحنا نتواصل الآن بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار، مؤسسات دولية، مع البعد القانوني الآن يأخذ دوره، نحاول أيضا البعد الدبلوماسي نناشد الهيئة الدولية. المدرسة أقيمت على أرض تبرع بها مواطن من بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله العام الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية، وبنيت بجهود متطوعين لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في الضفة الغربية. وإلى فقرتنا عودة إلى الذاكرة. اليوم هو الرابع من أيار، وبالعودة إلى الذاكرة نستعرض لكم أبرز الأحداث التي شهدها التاريخ الفلسطيني في مثل هذا اليوم. في الرابع من أيار من العام 1948، العصابات الصهيونية تحتل قرية العباسية قرب مدينة يافا وتهجر مواطنيها. في العام 1979 عقد في مدينة بال السويسرية مؤتمر دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا إليه المجلس العالمي للسلام والتضامن بالتعاون مع الحركة السويسرية للسلام ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد حضر المؤتمر وفود من 60 دولة وممثلون عن أكثر من 100 حزب ومنظمة سياسية من أنحاء العالم. أما في العام 1982 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة القرار رقم 18، والذي أعلن خلاله عن دعمه وتأييده للمرأة الفلسطينية التي تتعرض لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان تحت الاحتلال، إضافة إلى الإيعاز لكافة منظمات الأمم المتحدة بالتعاون المادي والمعنوي مع المرأة الفلسطينية. أما في العام 1992 كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تنفذ أول عملية فلسطينية مصورة، وهي عملية مسجد مصعب بن عمير، والتي أسفرت عن مقتل 3 من جنود الاحتلال بقيادة عماد عقل. وفي الرابع من أيار من العام 1994 الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء الاحتلال الراحل إسحاق رابين يوقعان اتفاقية غزة أريحة أولا لتستلم السلطة الفلسطينية الحكم فيهما. ومحطتنا الأخيرة في مساء الخير يا وطن ستكون مع حالة الطقس. هذه الليلة يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما غدا فيكون الجو حارا إلى شديد الحرارة جافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في نهاية هذه الجولة هذا تذكير بأبرز ملفاتها. 3 شهداء في مجزرة نابلس وشهيدة رابعة أعدمها الاحتلال على إحدى حواجز المدينة.
مواجهة على نقاط التماس ووقفات منددة بجريمة الاحتلال في نابلس. حالة من التوتر لا تزال تسود السجون بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن. كل الشكر للزملاء في غرفة التحكم محمد الزغا ومحمود معطان، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. هذه تحياتي سماح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل نار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.